السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. السلطنة تحتفل بذكرى 23 من يوليو المجيد، وقد تحققت الكثير من المنجزات الثقافية والحضارية والمعرفية. بهدف إبراز الجانب التراثي والتاريخي والثقافي لولايات السلطنة، انطلاق مسابقة الولايات على كأس مهرجان صلالة السياحي 2016. أهلا بكم. تحل ذكرى 23 من يوليو المجيدة يوم النهضة المباركة، والشعب العماني يزهو ابتهاجا وفخرا بما تحقق في كل بقعة من أرض الوطن من منجزات شملت مختلف الجوانب الحياتية، كما أن الجانب الثقافي والحضاري والتاريخي للسلطنة قد نال رعاية فائقة تتحدث عنها جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب، وكراسي السلطان قابوس التي امتدت إلى مختلف الجامعات والمراكز العلمية في شتى القارات. في 23 من يوليو من كل عام تحل ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل عماني، ذكرى يوم النهضة المباركة التي انطلقت في مثل هذا اليوم 23 من يوليو عام 1970، حين تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله وأبقاه مقاليد الحكم في البلاد. ومنذ ذلك التاريخ وعلى مدى 46 عاما تأكد لكل متتبع لمسيرة نهضة عمان المباركة أن مظاهر التطور والتقدم والازدهار شملت كل نواحي السلطنة وجميع الميادين، ومن هنا أخذ الجانب الثقافي والتراثي حيزا كبيرا من الاهتمام. لقد أسهمت عمان على امتداد تاريخها الطويل في صنع الحضارة الإنسانية، وكان لأبنائها جهد غير منكور في خدمة هذه الحضارة. فالموقع المتميز لهذا البلد الطيب والروح النضالية التي حملت العمانيين إلى أقصى الأرض أو إلى أقاصي الأرض، يجوبون البحار ويمتطون الأخطار فيلمسون بأيديهم ويشاهدون بأعينهم ويخالطون بقلوبهم وعقولهم صنوفا من الحضارات وضروبا من الثقافات وأشكالا متباينة من التقاليد والعادات، كل ذلك كان له ولا شك أثر بارز في البناء الحضاري الذي شاده الآباء والأجداد، وصاغته الأجيال المتعاقبة تراثا حيا خالدا يجسد ملامح التاريخ وملاحمه ويعبر بصدق عن الثراء الباذخ للتجربة العمانية الضاربة في أعماق الزمن. وتأكيدا على هذا التوجه، فقد قال جلالة السلطان المفدى حفظه الله وأبقاه في كلمته السامية التي وجهها إلى الدورة 30 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، قال: إننا نولي تراثنا الثقافي بمختلف أشكاله ومضامينه المادية أهمية خاصة، ونعنى به عناية متميزة لما له من أهمية ودور ملموس في النهوض بالحياة الفكرية والفنية والإبداع والابتكار، ونبدي اعتزازنا بوجود مجموعة من المواقع الثقافية والطبيعية العمانية على لائحة التراث العالمي التي تمثل دليلا واضحا على مساهمة العمانيين عبر العصور المختلفة في بناء الحضارات وتواصلها وتفاعلها مع الثقافات الأخرى.
ونتيجة لهذا الاهتمام السامي بالموروث الحضاري العماني الموغل في القدم، وإلى جانب الحركة الثقافية والأدبية والعلمية التي تشهدها السلطنة حاليا، دشنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قناة الثقافة لتعنى بكنوز عمان التاريخية ونقل نتاج الكتاب والمؤلفين والمفكرين والمبدعين العمانيين في مختلف الجوانب العلمية والفنية والأدبية. وهكذا يتواصل العطاء وتمضي مسيرة النهضة العمانية كما أراد لها رائدها أن تكون. انطلقت مساء أمس أولى المشاركات في مسابقة الولايات التنافسية على كأس مهرجان صلالة السياحي 2016، وذلك على مسرح الولايات بالقرية التراثية بمركز البلدية الترفيهي. وقد قامت ولاية مدحة جانبا من الفنون والألعاب التقليدية والصناعات والمشغولات اليدوية والأكلات العمانية التي تشتهر بها، بالإضافة إلى الحرف الأخرى التي يمتهنها أبناء الولاية. وتهدف المسابقة إلى إبراز الجانب التراثي والتاريخي والثقافي لولايات السلطنة من خلال ما تقدمه من فنون ومشغولات يدوية، إضافة إلى تعريف المرتادين بمركز البلدية الترفيهي بالتراث العماني والفنون التقليدية التي تشتهر بها هذه الولايات. جدير بالذكر الإشارة إلى أن مسابقة الولايات هذا العام تشارك فيها 12 ولاية من كافة محافظات السلطنة، وهي ولايات مدحة وضنك وإبرة وسمريت والمزيونة وأدم ولوى وصور ونخل والسيب وهيمة ومرباط. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. تسجيل أعمال الفنان المعماري الفرنسي السويسري لو كوربيزي في قائمة التراث العالمي لليونسكو. أهلا بكم من جديد. صناعة الفخار حرفة تشتهر بها بلدة علي التي تقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة. تفاصيلها في سياق هذا التقرير. صناعة الفخار حرفة تشتهر بها بلدة علي التي تقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة. ويعتقد صناع الفخار هناك أن حرفتهم تعود إلى آلاف السنوات منذ عصر حضارة دلمون، والتي ازدهرت فيها هذه الصناعة بعد تزايد الطلب بشدة على أدوات الطبخ اليومية وأواني الشرب، وهو ما يشير إليه عبد النبي عبد الرحيم صاحب أحد مصانع الفخار في البلدة. المصنع هذا قديم وعريق، وهي الحرفة تعتبر من أهم المعالم التاريخية في البحرين، يعني يرجع تاريخها إلى أيام حضارة دلمون العريقة تقريبا حوالي 5000 سنة قبل الميلاد. وهذا طبعا محصلة، يعني نتيجة لما حصل يعني وجدوه من آثار أو قطع فخارية في نفس المدافن الدلمونية. لكن عبد الرحيم يشير إلى أن الكثير من محترفي هذا العمل تحولوا إلى مشاريع أخرى تدر ربحا أعلى بسبب تراجع الطلب على الفخار في البحرين. طبعا في السابق كان في الكثير من المصانع، بس الحرفيين يعني اضطروا أو إلى هجرتها إلى أعمال أكثر ربحية،
بس الحمد لله الحين عندنا 7 مصانع ولا زال الشباب يعني يمارسون هذا النشاط. لكن الحرفيين في عالي يأملون في الحفاظ على هذه الحرفة التقليدية ونقل هذه المهارة إلى الأجيال القادمة. وتنتشر الأفران التقليدية وورش صناعة الفخار في بلدة عالي التي تأمل في اجتذاب سياح إليها، وتعرض الورش الفخار المصنوع محليا بغرض العرض والبيع أيضا. وتتراوح الأعمال الفخارية بين المزهريات وأواني النباتات وحوامل الأضواء وأواني المياه وغيرها، ويكون بعضها مصقولا والبعض الآخر محفورا ومنحوتا بفن الخط، بينما تطلى أعمال فخارية أخرى بصبغات غنية بالألوان منها الأزرق والوردي والأحمر. سجل ما لا يقل عن 17 مبنى مصمما من إبداع الفنان المعماري الفرنسي السويسري شارل إدوارد جانري الملقب بلوكوربيزي في التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وتمثل هذه المباني التي توجد 10 منها في فرنسا تمثل عينة من أعمال الفنان الذي عاش من عام 1887 إلى عام 1965 في 4 قارات مختلفة. وتضم المجموعة المذكورة مبنى فيرميني الموجود في فرنسا الذي يحتوي دارا للثقافة، وهو ثاني أكبر موقع بعد موقع شاندي غارد في الهند. ويعتبر هذا المبنى إلى جانب برازيليا دي سيو كوستا وأوسكار أنيمار إحدى العلامات المميزة للمعمار الإصلاحي، كما تشمل المجموعة المدينة المشعة في مرسيليا، غير أن المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو تضمنت أيضا مباني في سويسرا وبلجيكا وألمانيا والأرجنتين واليابان، في إشارة إلى إبراز البعد الدولي لأعماله. يقضي الدكتور جعفر فضل الله الأستاذ المتخصص في علم ترميم الآثار ساعات طويلة كل يوم بالجامعات في ترميم بعض كنوز لبنان القديمة بهدف الحفاظ على ماضي بلاده. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ساعات طويلة كل يوم يقضيها الدكتور جعفر فضل الله الأستاذ المتخصص في علم وترميم الآثار بالجامعات في ترميم بعض كنوز لبنان القديمة داخل استوديو صغير يملكه في العاصمة بيروت بهدف الحفاظ على ماضي البلاد. ورغم أن لبنان يمتلك العديد من الآثار القديمة التي يرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين، يقول فضل الله إن الكثير من العامة في لبنان لا يعرفون هذا التاريخ الطويل. ويركز فضل الله على أهمية الحفاظ على القطع الأثرية من كل العصور في لبنان. مش بس على صعيد لبنان، هو على صعيد العالمي شيء مهم جدا أنه الواحد يحافظ على هويته التراثية، لأنه مثل ما بنعرف أنه الأثر هو جزء من التراث البشري، والمحافظة عليه هو الحفاظ على الأمور المادية اللي هي بتفيد بالدراسات العلمية لمعرفة مراحل تطور البشرية. لهالسبب المحافظة عليها الشعوب كلها بشكل عام والدول أعطتها الأولوية الكبرى للمحافظة على هالأمور المادية اللي من خلالها نحن نستدل على التاريخ البشري وعلى مدى تطوره وثقافته. وفي خضم فورة البناء التي تغذيها أموال من الخليج والمستثمرين اللبنانيين، ترتفع الأبراج الجديدة في أنحاء بيروت ويقام كثير منها على أنقاض التراث المعماري المهدم. لكن القليل من دعاة الحفاظ على التراث يحاولون إنقاذ بعض المباني التاريخية والتقليدية في المدينة. وكشفت أعمال البناء على مدار سنوات في مدينة بيروت التي مزقتها الحرب في السابق عن طبقات كثيرة من ماضيها. وتم العثور على آثار من عدة حضارات قديمة في العاصمة اللبنانية، منها الكنعانية والفينيقية واليونانية والمملوكية والعثمانية. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. السلطنة تحتفل بذكرى 23 من يوليو المجيد، وقد تحققت الكثير من المنجزات الثقافية والحضارية والمعرفية. بهدف إبراز الجانب التراثي والتاريخي والثقافي لولايات السلطنة، انطلاق مسابقة الولايات على كأس مهرجان صلالة السياحي 2016.
في الغد بإذن الله جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.